هل يلزم من صلى خلف الإمام أن يقرأ الفاتحة؟ وما حكم من نسي أن يقرأ الفاتحة وهو يصلي مأموما؟ مسألة قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيها خلاف بين العلماء. الصحيح أو الراجح من أقوالهم أنه إن كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فإنه يقرأ، المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية. أما الصلاة الجهرية فالمأموم يستمع لقراءة الإمام وتكفي، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو أرجح الأقوال. نعم.